السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم اخوكم محمد وعدت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عبارة عن ملخص لأهم أحداث كيميتسو نو يايبا الموسم الثاني. لذلك قبل أن نبدأ الفيديو انزل لتحت واضغط على زر لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بعد نهاية فيلم القطار وموت رينجوكو، يبدأ الموسم الثاني بظهور موزان وهو على شكل طفل صغير، فموزان يستطيع تغيير شكله. موزان كان يبحث في كتاب عن زهرة ما، ثم جاء أكازا وأخبره أنه قتل أحد الهشرة. هيبة موزان في هذا المشهد تظهر لنا مدى قوته وعقابه لأكازا، وعلى أن قتل أحد الهشرة هو أمر عادي بالنسبة لكم أنتم الشياطين. تانجيرو يذهب إلى عائلة رينجوكو لإرسال رسالته الأخيرة. أب رينجوكو بدأ يهين ابنه، لكن هو محطم من الداخل. ومنه عرفنا على أن تنفس الشمس هو أول تنفس وأقواهم، ومنه نسخت جميع التنفسات. حصول رينجوكو على كتاب سجل الهشرة 21، وأخ رينجوكو جاء لإرسال رسالة أخيه الأخيرة بعدما أخبره تانجيرو قبل مغادرته. وكلنا نعرف على أن أب رينجوكو يكثر من شرب الساكي، والرسالة هي أريدك أن تعتني بجسدك. بعد ذلك انفجر أب رينجوكو بالبكاء وانفجرنا معه. مثل هذه اللحظات تؤثر في صراحة. ظهور هاشيرا سوس أوزوي تينغن وأخ تانجيرو وإينوسكي وزينتسو لمساعدته في مهمة قتل الشياطين في حي المتعة، وهذا الحي هو حي. بعد وصولهم إلى هذا الحي الذي يعتبر لزينتسو جنة بطبيعة الحال، فكلنا نعرف زينتسو، والغرض المهم هو العثور على الشياطين الموجودة، والثاني هو العثور على زوجات تينغن. فتينغن لديه ثلاث زوجات، نعم تينغن لديه ثلاث زوجات، لأن الرسائل انقطعت فيما بينهم. بعد ذلك تنكر الثلاثة في هيئة فتيات لجمع المعلومات، ورأينا كيف أن الشيطانة قامت بالإمساك بزوجة أوزوي بعدما عرفت أنها كانت تراسل شخصا ما، وعرفنا أن هذه الشيطانة هي من الأقمار العليا ورتبتها السادسة. طبعا حاول إينوسكي التسلل عند إحساسه بوجود شيطان لكنها هربت. ننتقل للمنزل الذي يتواجد فيه زينتسو بعدما سمع بكاء بنت صغيرة، ووجد الأويران وهي الشيطانة نفسها تعاقب فتاة صغيرة. حاول إيقافها لكنها ضربته وأفقدته الوعي. بعد كل هذه الضجة جاءت صاحبة المنزل وعرفت أن هذه الأويران هي سبب في اختفاء العديد من الفتيات، لكن الشيطانة قتلتها. ظهور موزان، ومن خلاله عرفنا أن اسمها داكي وأنها قتلت لوحدها سبع هشرة. بعد نهوض زينتسو من الضربة التي تلقاها، لكن داكي ألقت القبض عليه. ننتقل لمشهد تانجيرو وإينوسكي في سطح المبنى، فإينوسكي يحاول الشرح لتانجيرو على أنه أحس بشيطانة في المنزل المتواجد به. هنا ظهر تينغن وأخبرهم على أنهم يجب عليهم المغادرة، فهو يظن أن الشيطانة قتلت زينتسو. بعد معرفتهم للشيطانة وأنها الأويران، هذه المعلومة أخذوها من صاحب المنزل الذي قتلت زوجته، فصاحب المنزل يشك فيها وأنها سبب في اختفاء الأويران الأخريات. ذهبوا للبحث عنها. تانجيرو عثر عليها وبدأ في مقاتلة. لديها سلاح وهو شريط طويل من الأقمشة، وتستطيع إخفاء أي شخص بداخله. عثور أوزوي على زوجة من زوجته وهي هيماتسوري كانت مسممة وأعطاها عقار مضاد السم. وانطلق تينغن للبحث على الشيطانة وسمع صوت قتال تحت الأرض، واستعمل تنفس الصوت لتدمير الأرض والدخول. ننتقل لتكملة قتال تانجيرو. كلما استعمل تنفس اللهب هينوكا ميكاغورا عضلاته تتشنج. إينوسكي عثر على مخبأ الشيطانة وهو مكان تحت الأرض تخفي فيه الشيطانة جميع من ألقت القبض عليهم، فكلما شعرت بالجوع تنزل لتأكل، يعني مكان مثل الثلاجة. وجد فيه إينوسكي العديد من الأشخاص الذين كانت تخفيهم الشيطانة داخل الحزام، من بينهم زوجات تينغن وزينتسو، لكن هذا الحزام
يستطيع التحدث لأنه جزء من الشيطانة أو جزء من وعي الشيطانة. إينوسكي يستعمل تنفس الوحش ويحرر زوجات تينغن وزينيتسو الذي كلما ينام يبهرنا بقوته وسرعته. ظهور هاشيرا الصوت وقضائه على هذا الحزام في رمشة عين وأن الأمور ستصير أكثر بهرجة. نعود لقتال تانجيرو وصموده وتعرضه لضرر كبير بسبب محاولة حمايته لأشخاص لكنه لم يستطع حماية الجميع. غضب تانجيرو واستعماله لتنفس اللهب وسرعته الخيالية وبعد حديثه مع الشيطانة ما هو الممتع أنك تقتل وتسلب حياة الناس. داكي سمعت هذه الكلمات من قبل، فتانجيرو تحدث مثل يوروتشي وهو أحد الهاشرة الذي قاتل موزان فيما مضى، لذلك داكي خائفة، فخلايا موزان التي تسري في دمها هي من ترتعش خوفا من هذا الشخص. فبعد استعمال تانجيرو لتقنية اللهب بدون توقف لم تستطع مجاراته، وقبل أن يقطع رأسها خارت قواه، وهنا تدخلت الحب نيزوكو. داكي تعرفت عليها فموزان أمرها بقتلها لأنها شيطانة خرجت على سيطرته. صدمتنا نيزوكو بمستواها الحالي فهي تستطيع التعافي مثل الأقمار العليا، ونيزوكو في مستوى أعلى من داكي فهي تستطيع التعافي أسرع منها، لكن نيزوكو رأت دماء بشرية فلم تستطع تملك نفسها. تدخل تانجيرو لإيقافها، بعد ذلك جاء أوزوي وقطع رأس الشيطانة بكل بساطة. بكاء الشيطانة وطلبها المساعدة من أخوها وظهور شيطان آخر وسط داكي وهو أخوها أكبر. تصرف تينغن كان جد سريع لكن دون جدوى، فالشيطان سريع للغاية. حاول أوزوي الهجوم مجددا لكن انقلب الوضع، فالشيطان هو من تفادى الهجوم وضرب تينغن. إينوسكي وزينيتسو جاءوا للمساعدة، فحاليا الظهور الكلي للقمر العلوي السادس وهما شخصان في جسد واحد. تينغن يستنتج على أنه قطع رأس داكي من قبل ولم تموت، لذلك يجب عليه قطع رأسهم في وقت واحد. إينوسكي وزينيتسو يقاتلان داكي، وتانجيرو وأوزوي يقاتلان جيوتارو. ظهور زوجة تينغن هيماتسوري وهجومها بالكونوي المطلي بزهرة الويستيريا، فهي تجعل القمر العلوي غير قادر على التجدد بسرعة. تينغن يقطع رجلي جيوتارو وتانجيرو يحاول قطع رأسه، لكن جيوتارو يستخدم هجوم دموي وانتقل إلى سطح المبنى وإمساكه بزوجة أوزوي. تانجيرو يمزج بين التنفسين اللهب والماء وينقذ زوجة تينغن. هجوم تينغن وتانجيرو على جيوتارو، لكن استطاع إيقافهم بالمنزل واستخدم هجوم دموي. انتقل تانجيرو لمساعدة إينوسكي وزينيتسو للقضاء على داكي، وبتعاونهم استطاع إينوسكي قطع رأس داكي والهرب به، فيجب عليهم قطع رأس جيوتارو لهزيمتهم. وفي لمح البصر ظهر جيوتارو وطعن إينوسكي في قلبه، واندهش تانجيرو وبحثه عن تينغن وجده مرمي على الأرض وقد قطعت يده. هجوم داكي الذي دمر المبنى، لكن تدخل زينيتسو وإنقاذه لتانجيرو. سقوط تانجيرو وفقدانه الوعي، وبعد استيقاظه وجد الجميع مهزوم، وبدأ جيوتارو يهين تانجيرو بأنه فاشل ولم يستطع حماية الجميع، حتى أنه لم يستطع حماية أخته عكسي أنا. تانجيرو ينطح جيوتارو فهو متخصص في النطح. جيوتارو لا يستطيع النهوض بسبب الكونوي المغروسة في قدمه، فتانجيرو ضربه بها بدون أن يلاحظ ذلك. تانجيرو يحاول قطع رأس جيوتارو من جديد، هجوم داكي لمساعدته، ولكن تدخل زينيتسو لإيقافها. جيوتارو يستعمل الأنصال الدموية ويضرب تانجيرو. بداية القتال، وقبل هجوم جيوتارو على تانجيرو تدخل أوزوي في اللحظة الأخيرة والسيف في فمه بسبب انقطاع يده، فأوزوي أوقف خصائص قلبه لإيقاف تدفق السم. حاليا أوزوي أصبح قادر على فهم هجوم جيوتارو ويتفادى الهجوم. أوزوي يوقف هجوم جيوتارو وتانجيرو يحاول قطع رأسه، وفي نفس الوقت إينوسكي وزينيتسو يحاولان قطع رأس داكي. ظهور علامة قاتل الشياطين على جبهة تانجيرو.
وأخيرا استطاعوا قطع رأسهم في وقت واحد. سقوط تانجيرو على الأرض وهو يحاول تقليل تدفق السم في جسمه فلم يعد قادرا على الحركة. أوزوي يصرخ ويأمر تانجيرو بالهرب لأن جيوتارو قبل قطع رأسه فعل تقنية الفن الدموي. خروج نيزوكو من الصندوق وإيقافها للهجوم. بعد أن استعاد تانجيرو وعيه وجد جسمه خالي من السم، فنيزوكو الفن الدموي الخاص بها يستطيع علاجه. فاستطاعت علاج كل من إينوسكي وأوزوي. تانجيرو ذهب للبحث على رؤوس الشياطين ووجدهم يتخاصمان. المهم ماضي الشياطين، فجيوتارو كان منبودا وقبيحا، وأخته داكي تعرضت للحرق من طرف أحد الساموراي وكانت ستموت. لكن ظهر أحد الشياطين من الرتب العليا وأخبر جيوتارو على أنه إذا أراد إنقاذ أخته فيجب عليهم التحول إلى شياطين، وهكذا تحولوا إلى شياطين. ظهور هاشيرا الأفعى وتهنئة أوزوي على قتله لأحد الأقمار العليا وأن عليه الاستمرار في كونك هاشيرا فليس هناك من سيحل محلك، لكن أوزوي أخبره أن هناك شخصا قريبا من هذا المنصب وهو تانجيرو. وقبل نهاية الموسم ظهر قائد الهاشيرا وهو في حالة مزرية، لكن هو سعيد فلم تتم هزيمة شيطان من الأقمار العليا منذ أكثر من 300 سنة. لكن الصدمة أن موزان هو من عائلته. بعد ذلك موزان نادى على جميع الأقمار العليا في القلعة اللانهائية بسبب هزيمة أحد الشياطين من الأقمار العليا. كان هذا ملخص سريع لجميع أحداث كيميتسو نو يايبا الموسم الثاني. أنا صراحة استمتعت بكل لحظة في هذا الموسم، فالأستوديو أبدع 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 في الرسم والتحريك. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. كان معكم محمد، سايونارا.